ضمن الفعاليات الثقافية للواء الفحيص وماحص، أحيا منتدى الفحيص الثقافي أمسية جماهيرية حاشدة بعنوان العرب المسيحيون عرب أولا عرب دائما. شارك في هذه الفعالية التي أقيمت في بيت الفحيص متحدثون من الأردن وفلسطين ولبنان، بحضور حشد واسع من الشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المواطنين القادمين من مختلف مناطق المملكة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في أمسية وطنية حاشدة نظمها منتدى الفحيص الثقافي في بيت الفحيص بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية بمشاركة نخبة متميزة من الأردن وفلسطين ولبنان وبحضور جماهيري حاشد، أكد المتحدثون في هذه الندوة التي أقيمت في بيت الفحيص أن المسيحيين هم عرب قبل كل شيء، لغة وثقافة وفكرا وحضارة، وهم ليسوا بحاجة إلى إثبات ذلك، إذ أن ماضيهم وحاضرهم يشهد على ذلك، ويؤكد أنهم أبناء هذه الأرض العربية وهم نورها وملحها، وأن تضاؤل وجودهم هو خسارة فادحة لبلدانهم العربية ولحضارتهم العربية التي ساهموا مع إخوتهم المسلمين في بنائها. لذلك ليس غريباً أن تستهدف المسيحية الأصيلة في المشرق العربي، لأنها مكون أساسي من مكونات العروبة ورافعة حقيقية لها. وذكر المتحدث في الندوة الدكتور موفق محادين بأن العرب المسيحيين ليسوا فقط نور العالم الموضوع على جبل، بل هم الجبل عينه وهم ملح الأرض. المسيحية روح الشرق كله، لا رصفاً مغلقاً في الأسفار والأناشيد، لا طائفة بين الطوائف، لا شريعة ولا جدلاً أعمى بين المسكونيات والإسكندرية والرها وأنطاكيا والطبيعة والطبيعتين، رسالة قربانية وحسب، الابن المخلص فاديا وقربانا، والأم العظيمة للبشر والأرض، وسيرورة الواحد في المتحدد والحياة، في الروح المطلق كشفا وتجليا وشفاعة معمدة بدم القربان من زمان إلى زمان، من الطبيعة الأولى إلى الحضارة والتاريخ والروح الموضوعي في أرض الخطاة ومدينة الرب. وكان من بين المتحدثين سيادة المطران عطلة حنا القادم من الأرض المقدسة، حيث وصف المسيحيين بأنهم سدنة المقدسات الإسلامية والمسيحية وحراسها، وهم حجارتها الحية المجبولة بطينة بلادهم ومن صلبها، ولا يمكن أن يبقوا على الهامش في النضال الوطني، لذلك هم مستهدفون لأصالتهم وعراقتهم وعروبتهم، وأن الاستعمار قصد على تقسيم البلاد وتجزئتها وتفتيتها لإضعافها ونهب خيراتها وتحويلها إلى طوائف ومذاهب وحارات. لم نأتي إلى هذا المكان لكي نبرر أن المسيحيون هم عرب. اللي ما بعرف إنه المسيحيين هم عرب نقول له هداك الله إلى الصراط المستقيم، لكي تدرك بأن المسيحيون ليسوا عربا فحسب، بل هم ضمير هذه الأمة وملح هذه الأرض. مشكلتنا أن هنالك بعضاً من أولئك الذين لم يقرأوا التاريخ جيداً، أو لربما قرأوا تاريخاً مزيفاً، عندما يستمعون أو عندما يسمعون شيئاً عن المسيحية يلتفتون إلى الغرب، وكأن المسيحية
هي بضاعة أوتي بها إلينا من الغرب، كما نستورد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي دمرتنا وستدمرنا أكثر إذا لم نكن متحلين بالوعي. وفي الندوة ذاتها التي حضرها عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وجموع غفيرة من المواطنين، أشار الأستاذ خالد رمضان إلى الأخوة الحقيقية التي تجمع أبناء العروبة من مسلمين ومسيحيين، وأن البوصلة واحدة وهي القدس. من أنا لأقول لكم أنكم أنتم ملح هذه الأرض؟ من أنا لأقول لكم أنكم أنتم نور العالم؟ فلا يمكن أن تخفى عروبتكم، وهي ليست موضوعة على جبل، بل أنتم الجبل وأنتم السراج وأنتم على المنارة توضعون. نوركم أنتم الذي يضيء قدام الناس، بأعمالكم أنتم، بوطنيتكم وعروبتكم وصدقكم أنتم. كنا وصمدنا وسنكون عربا أحرارا أمميين. وقد أجمع بقية المتحدثين في الندوة على أن المسيحية هي جزء أصيل من هذه البلاد وليست بضاعة مستوردة، وأن المسيحيين جزء من ماضي وحاضر المنطقة ومصدر تنوع ثقافي وفكري لحضارة العرب، كما كانوا دوما في طليعة الحركات القومية ورواد أينما كانوا لقضايا العروبة والإحساس بالمضمون المشترك بأن الدين لله أولا وأن الوطن العربي لجميع أبنائه. ومن هنا يتعين على الجميع الدفاع عن التراث والهوية والوجود العربي المسيحي، لأنهم على الدوام دعاة للمحبة والتسامح والسلام. الحضور المسيحي في المشرق هو حضور له قيمة سياسية وقيمة اجتماعية وقيمة دينية. لذلك اليوم عندما نتحدث عن القدس ونتحدث عن التحديات التي تقع من الصهاينة على القدس، نتحدث أيضا عن الظلم الكبير الذي يقع على الشعب الفلسطيني. في المقابل أيضا هناك كثير من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس، أولها الاحتلال وأيضا التشكيك فيهم وفي عروبتهم، وأيضا بعمليات الإرهاب الفكري التي تمارس ضدهم. نحن نقول أن العرب مسيحيون وهم جزء من العروبة، والعروبة لها جناحان لا يمكن أن تطير إلا بالمسيحية والإسلام، هما جناح العروبة. الحالة الأردنية هي حالة وطنية قومية بامتياز، وقد تكون مختلفة بحكم أنه حتى مصطلح العيش المشترك هو مصطلح أضعف بكثير مما أنه يصف الحالة التلاحم الوطني المسيحي والإسلامي على الأرض الأردنية. وبكل تأكيد احنا بنتحدث عن هذه العناوين بكل أسف في هذه الفترة، لأنه في ردة باتجاه الطعن في مفهوم جذور العربية وجذور القومية العربية والهوية العربية. بالأردن بتتجسد هذه الهوية بامتياز، وأيضا هي محمية كمان بنفس الوقت بحكم إنه الدولة الأردنية لا تسمح بخطاب التطرف وتحارب خطاب التطرف اللي هو بطعن بمفهوم هويتنا وانتمائنا الأصيل. أتت هذه الفعالية في تأكيد عروبة المسيحيين، عروبة المسيحيين في الأردن، يعني من واقع أنه لا يوجد عندنا أي تفرقة ما بين الأهل المسيحيين وغير المسيحيين، عندنا العيش المشترك، عندنا يعني عيش واحد، كما حال مثلا فحيص وماحص، كما مثلا في قرى الكرك، في المسيحيين دائما يعني جزء من اللحمة الوطنية ومن الوحدة الوطنية كاملة. نحن عروبيون
نحن ننتمي إلى هذا الوطن، ننتمي للوطن العربي ككل، نستمد ثقافتنا من الثقافة العربية والتقاليد العربية وطيب الأصل العربي الذي تربينا عليه وتعلمنا وشربنا هذه الثقافة من أجدادنا وآبائنا. أنا صدقا لغاية الآن بالعمر اللي عشته أنا لغاية الآن بنسى بعض المرات إني أنا مسلم أو مسيحي صراحة، يعني أنا ما يعني لولا بعض المرات بتصير مناسبة إسلامية بروح بشارك بيها قرايبنا وإخواننا، أو مناسبة مسيحية أكليل وطلبة عرايس أو إيش، ما بعرف إني أنا مسلم ولا مسيحي، لأنه كلنا واحد. أنا مجاور لقرايبنا العبابيد ماحظ، وعشت أنا وياهم مدى العمر، عمري ما حسيت الفرق بيني وبينهم، ولا حسينا الحكي اللي بيقولوا عنه التعايش، لأنه إحنا عايشين من بدء الخليقة. إذا اليوم بدهم يسوون لنا تعايش هذا شيء جديد علينا، لا إحنا عايشين باحترام وبكرم. أنا مبارح حضرت طلبتين عرايس لقرايبنا وأخواننا المسلمين، أنا لما بصير عندي أي حدث أول ما بيجوا بشاركوني هم فيه. وقت عز اختزل بها الحياة قائلا ابن الكرك الذي انتخب لاهبا عن دائرة القدس في منتصف الخمسينيات.